هكذا تبدو مدينة الموصل وكأنها خرجت للتو من القصف والتدمير رغم مرور 5 أعوام على انتهاء العمليات العسكرية. الذكرى 5 لانتهاء العمليات في الموصل وتدمير معظمها تمر ثقيلة على أهلها الذين ما يزالون يرون ركام بيوتهم المدمرة رغم وعود الحكومة في العراق بإعادة إعمار المدينة. مسؤول في ديوان محافظة نينوى أقر أن كل جهود السنوات 5 الماضية في الإعمار لم تتعد 15%. تحت الأنقاض ثمت جثث لمدنيين قضوا بقصف التحالف الدولي والقوات الحكومية والميليشيات المساندة لها فيما سمي بحرب تحرير الموصل من داعش، إضافة لآلاف المفقودين. فقبل أيام فقط تم انتشال هيكلين عظميين يعودان لطفل ورجل بالغ في منطقة الميدان في محلة السماكة في الموصل القديمة. ورغم وعود الكاظم وحكومته بإعادة إعمار المدينة إلا أن الفساد الحكومي وعدم الجدية يبدوان أوضح من سراب الوعود، ورغم تبرع عدة منظمات دولية بمعامل لتدوير الأنقاض واستخدامها كمواد أولية للبناء إلا أن الحكومة شيدت هذه المعامل في أماكن بعيدة عن المدينة القديمة وأنقاضها لتفقد هذه المعامل جدواها. موفق الويسي أستاذ في جامعة الموصل أكد أيضاً غياب أي إرادة حكومية لإعادة إعمار المدينة، وضرب مثالاً على ذلك مطار الموصل الذي ما يزال مجرد حبر على ورق. وقسم ناس لا والله فطست من الجوع استهلكت. بعد 5 سنوات ما تزال الغصة في قلوب أهل الموصل، فلا الحكومة عوضتهم أو عبدت الطرق ليعودوا ويعمروا بيوتهم على نفقتهم الخاصة، ولا الألغام أزيلت من المدينة القديمة. واليوم يؤكد ناشطون من الموصل أن مدينتهم باتت محتلة بعلم الحكومة من ميليشيات وجهات حزبية هدفها عرقلة إعادة إعمار المدينة وعودة أبنائها إليها.